نور الشربيني هي أصغر بطلة في تاريخ السكواش. نور ابتدت لعب وهي عندها 6 سنين، كسبت بطولة الجمهورية وهي عندها 8 سنين، راحت تلعب في بطولة العالم وهي عندها 12 سنة وما كانش حد متوقع منها أي حاجة وكسبت البطولة، وهنا كانت نقطة تحول لنور. خدت لقب أحسن وأصغر لعبة في بطولة السيدات وتكرمت من الاتحاد الدولي. مش بس كده، وكمان هي أول لعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا مفتوحة تحت سن 13 سنة، وأصغر واحدة تدخل قائمة أول 10 مراكز للتصنيف وتصنف الأولى عالمياً. نور الشربيني أثبتت إن مفيش حاجة مستحيلة، صغر سنها ما وقفاش، بالعكس ده ميزها، وأثبتت إن السن هو مجرد عدد مش أكتر. البنك العربي الإفريقي الدولي راعي السكواش في مصر.